عليكم البنات، كي دايرين؟ صافا؟ كلشي مزيان؟ كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال وانتم كتشوفوا هاد لا فيديو. نقول لكم مرحبا بكم اونكور اون فوا في ماشين نفارز فلوغ. اليوم جيت نقدم لكم واحد الوصفه اللي ساهله بزاف، وهي شوربه صحيه 100%، وبيان سور معروفين بها المغاربه، يعني فهي وصفه مغربيه 100%، هي البصاره. البصاره غنحتاجوا لها ثلاثه المكونات، يعني غنحتاج الفول، كاينه اللي كيبغي يديرها بجلبانه، انا فضلت انني نديرها بالفول، وخديت هنا جوج ديال القياسات لجوج الاشخاص. يعني الفول القياس ديال واحد نقدر نقول 250 غرام، يعني ولا تقدروا تعبروا بزلافه بحال هكا، بحال اللي درت هكا باش تضبطوا القياسات اللي عندكم ديال عدد الاشخاص في الدار، وما تبقاش غير ضايعه هكاك. سينو غنحتاج واحد الفصوص ديال الثوم يكونوا بزايد، يعني فصوص الثوم هنا خديت واحد الراس ديال الثومه على قدو، وبيان سور نقيته كامل لان هي كتبغي الثومه بزاف، كتجي فيها زوينه وصحيه. وغنحتاج واحد نصف ملعقه ديال الملحه، وغنحتاج معلقه كبيره ديال الزيت العاديه او زيت نباتيه، هادشي فقط للطهي. بالنسبه للتزيين غنحتاج بيان سور غنوريكم شنو غنحتاج: زيت الزيتون وبابريكا او فلفل احمر حلو والكمون، هادشي اللي غنحتاج للتزيين. وها نتوما معايا، دابا غندوز معاكم الطريقه ديال التحضير اللي هي سهله بزاف. كناخذ طنجره على هذا الشكل، وكنبين غادي نخوي فيها الفول اللي ديجا غسلته، وبيان سور غادي نضيف هاد المعلقه ديال الزيت زيت نباتيه، وغادي نضيف الفول الملح عفوا، وبيان سور الثوم اللي ديجا هدرت لكم عليه. من بعد ما ضفت هاد المكونات اللي سبق لي ذكرت، غادي نضيف الماء المغلي القياس اللي غادي يطيب لي فيه هاد الفول هذا. فوالا هكا عينكم ميزانكم، وبيان سور كيبقى على حساب كل واحد كيفاش كيبغي هاد الشوربه تكون. كاين اللي كيبغي البصاره تكون ثقيله، كيف كاين اللي كيبغي البصاره تكون خفيفه. انا من النوع اللي كتعجبني تكون خفيفه شويه، يعني ما بين ثقاله ما بين ثقيله وخفيفه، ولكن تكون مايله للخفوفيه لان كيعجبني ناكلها بالمعلقه. دونك غادي نوضع البصاره ديالي او الشوربه ديالي تطيب على نار متوسطه، انا درت رقم 6، وبيان سور نتوما عينكم ميزانكم غتخليوها تطيب على خاطرها. واللاستوس باش تنجح لكم البصاره وما تفيدش لكم البنات، كاين الناس اللي كانوا، انا من بين الناس اللي كنت كنخاف من البصاره نطيبها، على ود كتبقى تطلق واحد الكشكوشه ديالها وكتبقى تفيض على البوطه وصافي كيطلع لي الدم وتنقول مناقص كاع منها. ولكن عطاتني ماما واحد لاستوس، هو ان فاش تكون كتغلي اولا ما نسدوش عليها الكوكوت، يعني نديروها في طنجره بحال هكا، يمكن لينا نسدو عليها بيان سور على ما تبدا تغلي. وفاش تبدا كتغلي البنات بداو تحيدوا ديك الكشكوشه او ديك الرغوه البيضه اللي كتبدا تطلق من الفوق، بداو كتحيدوها بشي معلقه او بشي هكا عود ديال العود الخشب ولا معلقه عاديه، بداو كتنقصوها في شي زلافه، وفي نفس الوقت هي كطيب. فبالتالي غادي الا كان الفول من نوعيه جيده وكيطيب دغيا راه غتاخذ لكم ما بين 20 حتى 30 دقيقه ماكسيموم. الا كانت ياخذ شويه طياب فعطيوه وقته حتى يبان لكم داك الفول بدا كيتحل، عاد طفيو عليه، ومن بعد انا غنوريكم المراحل اللي ما جات. اي فوالا البنات، ها هي البصره ديالنا فاش كطيب، كيف قلت لكم كتولي على هذا الشكل هذا، يعني الاغلبيه ديال الفول ديالنا كيتحل وكي يعني كيرجع بحال مطحون. ما حنا غنكملوا هذه العمليه بيان سور بالميكسر، يعني بهذا الميكسر هذا غادي نطحنها مزيان حتى تولي عندي على شكل اون سوب وتاخذ لا تيكستور اللي بغيت انا. وها نتوما معايا بلا ما نصدعكم بالميكسر. فوالا دونك تجي على هذا الشكل هذا، انا كنبغي لا تيكستور ديالها تكون بحال هكا، ما تكونش تقل من هكا، فكتجي خفيفه وزوينه. يعني ما خفيفه ما ثقيله، ما تقدروا تاكلوها بالمعلقه، يعني سا سيغ ريان ديروا معها الخبز. هاد البرد الصراحه غير ديال البصاره، وانا هاد الوصفه كتنسى ليا دي فوا، دونك ما كنركزش عليها بزاف، كتمشي لي من بالي. وواحد الصديقه ديالي الله يذكرها بخير فكرتني بها البارح،
اتصلت بيا وقالت لي علاش ما ديريش لينا البصاره في القناه، انا راني بغيت نديرها ونسيت على كيفاش كتصايب. قلت لها هي الاولى، هي اللي ما تعاودش. اصلا الجو ديالها وهذا البرد صراحه وصحيه بزاف. كيف قلت لكم غادي ندوز معكم دابا لدزين. دزين كيبقى اختياري، ولكن ضروري البنات هكا من هذا الخويط ديال الزويته بلديه. انا غندير زويته بلديه عشوائيا بهذا الشكل هذا، وكتعجبني فيها شويه ديال الفلفله حمراء حاره. اللي بغات دير فلفله حمراء حلوه ديرها، كيبقى لكم الاختيار. وبيان سور الكمون اللي هو عنصر اساسي في هذه الوصفه، وبيان سور ما يكونش اي كمون، ما نكرهوش يكون كمون ديال المغرب ومطحون على اليد باش كتحسوا بداك المذاق الزوين ديال الكمون، وبيان سور المذاق الحقيقي ديالو. كيف كتشوفوا انا رافقت البصره ديالي بهاد القطعه ديال السمك اللي درتها غير في الفران، وهكا كتبقى عندي وجبه متكامله وصحيه. يمكن لكم ديروها في الغداء كيف ما يمكن لكم ديروها في العشاء، اللي كيبغي البصره في العشاء علاش لا. كاينين الناس اللي كيبغيو يفطروا بها يمكن لهم يديروها هكا يعني غير الفطور، فهي كتبقى كيف قلت لكم صحيه وسهله بزاف ودغيا كتوجد. كنشكركم بزاف على التتبع ديالكم، وكنتمنى تكون الوصفه ديال اليوم نالت الاعجاب ديالكم، وكنقول لكم الى فيديو مقبل ان شاء الله او لفلوغ مقبل. شكرا جزيلا والى اللقاء، مع السلامه.